خليج العقبة هو أرض مصرية. الخليج كله عرضه أقل من 3 ميل، موجود بين ساحل سيناء وجزيرة تيران. جزيرة تيران مصرية وساحل سيناء مصرية. إذا قلنا إن المياه الإقليمية 3 أميال فهي مياه إقليمية مصرية. إذا قلنا إنها 6 أميال فهي مياه إقليمية مصرية. إذا قلنا إنها 12 ميل فهي مياه إقليمية مصرية. والممر اللي بتمر فيه البواخر بيمر على مسافة أقل من ميل من السواحل المصرية في سيناء. وعلى هذا الأساس فنحن لم نسمح في الماضي قبل 56 للسفن الإسرائيلية إنها تستخدم مضيق تيران، ولم نسمح لها أبدا إنها تستخدم خليج العقبة، وكنا بنفتش كل المراكب اللي بتعدي هذا المضيق، وكنا فاتحين نقطة جمرك. المراكب الأمريكاني فتشناها، والمراكب الإنجليزي فتشناها، والمراكب الفرنساوي فتشناها. كل هذا الكلام استمر حتى سنة 56. في سنة 56 حصلت حرب السويس، وصدر أمر يوم 31 أكتوبر بإخلاء سيناء والانسحاب بسيناء لمواجهة العدوان البريطاني الفرنسي. وعلى هذا الأساس سحبنا قواتنا كلها من سيناء، ورجعت قواتنا في الأسبوع الماضي. رجعت، هل إذا عدنا نترك حقنا لا نباشره؟ نترك مياهنا الإقليمية لا نباشر سيادتنا عليها؟ احنا عدنا، حقنا سنباشره، مياهنا الإقليمية سنباشر حقوقنا عليها. وأعتقد أن الكلام اللي بيتقال هو العمل العدواني، أن المرور في خليج العقبة في مياهنا الإقليمية يعتبر اختراق لسيادتنا، وهو العمل العدواني موجه لينا، سنقاومه بكل قوة.